على التليفون العقيد حاتم صابر، خبير مقاومة الإرهاب الدولي. مساء الخير سيادة العقيد. نور فندم، أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. رأيك إيه فيما يقال النهاردة من تقارير أصدرتها منظمات أجنبية؟ بالتأكيد المنظمات الأجنبية تتحدث عن استخدام القوات المسلحة لبعض الأسلحة المحرمة دوليا، نعم، دون سند حقيقي لهذا الأمر، ولكن الأمر يعني متعلق بالعملية العسكرية الشاملة سيناء 2018، وأعتقد أنها وضحت جدا للمتابعين سواء كانوا من داخل جمهورية مصر العربية أو من خارجها، نعم، أن القوات المسلحة المصرية تحارب الإرهاب نيابة عن العالم أجمع. وهذا الأمر أزعج العديد من أجهزة المخابرات المضادة التي تعمل على إمداد هذه التنظيمات المسلحة. نعم. وفي نفس الشيء أجهزة المخابرات وبعض الدول التي تمد هذه التنظيمات المسلحة هي من تمد وترعى منظمة العفو الدولية ومنظمة هيومن رايتس ووتش وكل من له مصلحة في هدم الدولة المصرية. فبالتالي نجد بين الوقت والآخر وكالات انباء، بعض القنوات الفضائيه الاجنبيه، بعض السياسيين العالميين ينتقد ان مصر تقاتل الارهاب وتحقق نجاحات وانتصارات. اعتقد انه في نهايه الامر سوف ينتهي ظاهره الارهاب من الدوله المصريه، لا سيما وان القوات البحريه المصريه صفرت حصارا بحري قاسي وصارم على كافة المواني أو كافة المياه الإقليمية سواء شرقا أو شمالا، وتضرب مثلا في هذا الحصار الذي لا ينفذ أي مساعدات لهذه التنظيمات ويمنع أي من هذه التنظيمات من المرور، ويعطي برسالة لبعض الدول أنه في حالة المساس بالأمن أو مقدرات الشعب المصري ستكون الرد حاسم وقاطع. كل هذه الأمور أعتقد أنها تستثير غضب من يدعم هذه التنظيمات سواء كانوا من دول او منظمات هوائيات، فيتم الخروج بتصريحات غير مسؤوله عن استخدام القوات المسلحه لبعض الاسلحه وبعض الذخائر المحرمه دوليا. واعتقد اتعجب ان منظمه العفو الدوليه تتحدث عن استخدام القوات المسلحه لذخائر محرمه دوليا خلاف الحقيقه، وتغض الطرف عن 15,000 كيلو جرام من ماده سي 4 شديده النقاء، شديده التاثير، شديده القوى الانفجاريه، والتي لا تمتلكها الا جيوش ولا يمكن تصنيعها تصنيع محلي. فتغض الطرف عن بعض الاسلحه. هو واضح زي ما حضرتك قلت في كلامك ان ممكن تكون هذه المنظمه وراها من يدعمها. بالتاكيد يا فندم، يعني تلك المنظمات من اين تتحصل عن مقدراتها الماديه الماليه؟ ايوه الماليه، من اين تتحصل؟ هذه المنظمات تعيش دائما على بعض الاعانات وبعض الاموال الماليه التي توضع في حسابها لصالح بعض من بعض الدول لصالح الترويج والدعايه لهذه الدول. يعني لم نسمع شيئا عن منظمه العفو الدوليه عندما قامت بعض الدول بسحق المتظاهرين والمرور على اجسادهم بالدبابات، لم نسمع عنها صوتا، لم نسمع عن فظائع وممارسات تنظيم داعش في سوريا والعراق، ولم نسمع لهم صوتا، لم نسمع صوت منظمه العفو وبعدين الدولية. يعني احنا برضو عايزين نعرف ان بالنسبه لهم ان احنا عشان نقاوم الارهاب، يعني حضرتك خبير مقاومه الارهاب الدولي، يعني طب نعمل ايه؟ يعني هم برضو كده بيعجزونا او نوع من انواع التعجيز. لا وحضرتك، هو مش نوع من انواع التعجيز، هو نوع من انواع الاستخفاف بعقليه المواطن المصري. لم نشاهد منظمه العفو الدوليه عندما كانت البيانات تتتالى من وزاره الدفاع الامريكيه البنتاجون عن اخطاء تكتيكيه في القاء الاسلحه والمعدات والذخائر بالخطا، واقرر بالخطا، على مناطق نفوذ داعش، وهذا الامر في استخفاف رهيب واستخفاف مشين بالراي العام العالمي والراي العام الدولي. كل اعتقد هذه الامور وغيرها من الامور لا تثنينا عن عزمنا في القضاء على الارهاب نيابه عن العالم، اذا كان العالم تصالح وتصالحت المصالح بينه وبين من يروج للارهاب ويعتبر السلعه تباع وتشترى. بشكر حضرتك يا فندم على رايك.